السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما كتشوفوا هذا الحقل هنا فيه أشواك، فيه مريوت، فيه الأشواغاندا، فيه الكثير. ملي كنتفوا هذيك المريوت كنستعمل المقص، كنخلي ديك الجذور باش تنمو من جديد، وضروري من القبعة وتكون عندك القنينة تاع الماء. اللي بغيت نقول واحد القضية، هنا عندنا حنا من ورا العيد، عيد الأضحى، الغالبية ديال المتاجر كيغادروا المسقيط الرأس، كيسافروا، ولكن كاين واحد البعض كيبقاو، مزيان يبقاو الناس باش ما يلقاوش مشكلة في التموين. ولكن نعاود لكم واحد القصة، واحد السيد حدانا كيبيعوا الخبز، عندهم محل تجاري كيبيعوا الخبز بدرهم، الخبزة ديال درهم راه مشهورة ومعروفة. فنزلت ناخذ الخبز من ورا العيد، حسبها لي بدرهم ونصف، ما حشم ما راها، ما قلت ليه والو، ولكن لا يحق الا الحق، هذاك الشيء ما خدامش، اكل اموال الناس بالباطل واستغلال الفرصه وتجار الازمه، ما هذاك الشيء لا ينفع. تصوروا من وراها بشي 3 اشهر هذاك الحانوت عرف الافلاس وتخاصموا بيناتهم وكانت مشاكل كبيره بيناتهم. الان في هذا العيد مره اخرى عاودوا كراو ناس اخرين، ولكن هاد الناس تما زيدهم عليهم، لا يقلون خبثا ومكرا عليهم، ولكن بطريقه اخرى. فارسلت الولد الصغير عندي يجيب الخبز، حسبوه ليه بدرهم، هذه هي من الريوت، حسبوه ليه بدرهم، هاد الارض فيها الماء، حسبوه ليه بدرهم. ولكن شنو هي المفاجاه؟ هي الخبزه نقصات في الكتله، ديالها نقصات بشكل رهيب، يعني بحال نقولوا خبزتين، جوج خبزات، والتي هي خبز ونص، والله المستعان. الله يهدي هاد الناس، اسافروا سافروا سيروا شوفوا بعينيكم ودوروا، حسن لكم ما تبقاو تاكلوا اموال الناس بالباطل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.